دير الزور 14/7/2012 مدينة دير الزور حي العرضي. سقوط أحد الغلايف على مباني دير الزور في حي العرضي 14/7/2012 مدينة دير الزور. هاي أحد القذائف لم تنفجر في مدينة دير الزور. غير لك تمر الإجابة 552 ونحن مصدر هذه الغذائف في مدينة دير الزور روسية. ما هي أحد أفراد جيش الحر في حماية المواطنين؟ متى سقطت هذه القذيفة يا أخوان؟ سقطت على المدنيين منذ قليل. الله أكبر عليك يا بشار. إذن هذا حي العرض في مدينة دير الزور 14/7/2012 سقوط أحد الغذائف على أحد المنازل ولم تنفجر لله الحمد. الله أكبر.